تنساه هواك وراك عيب الله اشهد الحالة ولا هواك وراك عيب الله رأى الحب يا مسلات سلام سمعتك اخوتها ما كتغوتي انا نحل الباب بشويه ولا كيبغي يتسنى يتسنى ولي هي صافي سير عافاك شكون سلام سلام اخويا لاباس عليك بصح كاين ادخل تسنى كاوتر شي ناس كيسولوا فوق اجي اهلا 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 كبيره لاباس عليك بخير كدار انتيا شي واعره الحمد لله حبيبه كدار انت اش اخبارك بس الحمد لله كلشي واعره دايره مالين الدار مول الدار لاباس عليك الحمد لله غبرتي يا صاحبتي الدار والشقه وتماره وانت كتشوفي دابا الصبر وصافي عرفتي شنو راني تصدمت واحد الصدمه عمرني تصدمت في حياتي شنو هي راجلك مالو تعامل معايا مزيان هاد المره بصح والله غير داكشي اللي قلتي لي راني كنديرو والله يا اختي تصدمني عرفتي شنو مازال خصك تحكيه مزيان بان ليا باقي ما عطاتش ريحته خصك تحكيه مزيان وديري لي كما كندير انا الراجلي وقولي لي شنو ندير اختي وشرحي لي اختي مزيان حيت انا داكشي اللي قلتي لي راني كنديرو واصلا هو مني كانت مامو كيتعامل معايا ظريف بحال هكا قولي لي شنو ندير مازال شوفي ما حدو مازال ما كيسمعش ليك الهضره مزيان خاصك تسحري لي ماشي الله يتقاد واللي اللي تقوليها ليه يدير لك فحال هكا براسو ما يعاودش معاك الهضره ديري لي انا كما كندير راجلي هو الصراحه زعما الا دويت معاه راه كيتصنت ليا ولكن ملي بغيتيني نزيد نقصح معاه الهضره نزيد نقصح معاه الهضره وقصح معاه الهضره اصلا انت علاش تبقى تقصح الهضره سيري ندك عند السيد دقه البطله خليني تنشوف انا دابا غادي نخدم معاه قصوحيه ديالي الا ما تصنتش لي ديني عنده ديني عند الراجل دابا هو كيتصنت ليك تصنت مسكين درويش واه انت ما كديري ليه والو كتصنت لك واحد مو كتوصيه عليا الله يرحمه ويوسع عليه وعلم الله ملي غتمشي عندو عاد هذا الفقيه يا اختي غيولي اللي قلتيها يعاود الهضره داكشي اللي بغيتنيت انا راه ما كرهتوش اصلا يولي وشقه ولي وغسل الماء انت انا راجلي نشدو كنشنق عليه بحال هكا كنقول ليه شوف شري لي داك السروال كنقول ليه لا غالي كنعطي واحد البولينه نيف ناري اختي كنحمش فيه حرام عليك مالك واش نقولك بعدا انتي اصلا ما مزوجاش كيفاش ليها وا اللي غيكون راجل مزيان اختي وانا الصراحه كيبان ليا درويش معايا صافي ولكن انا ما نسحرش ليه انا نجرب ندير داكشي اللي قلتي ليا نتعامل مع خايب ونشنق عليه حتى انايا ومالك شنو فيها انت راه دابا الحاجه عندك ساهله صاحبتي yeah. ودابا فينا واش كيسمع لا مسكينه كيدير داكشي في ودني بزاف انا دابا انت عندك ساهله واصلا كيسمع لك الهضره يعني غتزيدي لي واحد شويه تحرك واحد المجمر شوفي كيعاود لا لا ما نحرك لا مجمر لا والو غنشنق عليها هكاك في سبيل الله لله في سبيل الله نشوف شنو غادي تعمل معايا واش بكا نعيط لك صافي اختي باش ما كنعيط عليا المهم انايا والله نتزوج بيه ويقلب له هضره يقلب لنا زعما عليا وجهه يا والله تنحرك لي سبعه المجامر صافي كدير هي هي مع من هو صار كدير هي 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 ما غنشربوا اتاي 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 ضروري انا مشيت شفتي شتي مصافقه اكثر من راجلك لا لا انا دابا غندير لك سيري سيري الله غير الرجل راه متحكم يعطيو الريحه خلاتها مولاتها بلاتي بلاتي لك انت ما نعطيكش المربونيه هاد المره غنحيد لك الراس نقطعو لك تجرحوش عالم مبقيتش عاقله على الاغنيه لو حبه زيك عمري ما احبك انت يعني عمري ما
يا سيدي مخلينا بلا غدا وقالت لك تغني. شحال هي قالت لك كنتسناو انك طيبي لنا شي حاجه؟ واش هادشي في فين غادا؟ شنو كنت في كتواجدي؟ صباح الخير. صباح النور. بقى شي صباح هذا دابا؟ المهم صباح عندي انا. كي داير؟ لاباس عليك؟ كي صبحتي بخير اول حاجه. ثاني حاجه ماشي شغالك، انا غدا خارجه. فين؟ انت صوتك كيفاش؟ فين؟ منين بديتي وليتي كتسولني في الغدا وفين جايه؟ غنسولك واحد السؤال. انا شكون بالنسبه لك؟ انت راجلي. ها اذا حقا عارف فين غدا وعلاش غدا وخاص الغدا بعدا هو اللي خصو يوجد عاد نشوف الخروج ديالك. واخا اول حاجه انت راجلي. اها اوكي. ثاني حاجه الغدا انت اللي غادي طيبه. اوكي. وثالث حاجه باش كتسولني شنو كديري وشنو غادي ديري وفين غادا وفين جايه واش كليتي واش شربتي؟ قلت لك شحال مره خاص طلع لي الدم. والدنيا الا ما تجمعاتش نوض تجمعها. الغدا ما طافش حتى طيبو. اش هادشي؟ اش داك السخان؟ لا اش بغيت نسوق حسو النهار مات الوالد الله يرحمه وانت تبدلتي ما فهمتش شنو المشكل ديالك؟ ما عرفتش شحال وليتي باغي تضربيني وليتي كتحكمي فيا وليتي واه كوتر جيت زوينه. يلا ندوي معاك كتقولي جي زوينه جي خايبه. خويا ما تصدريش ليا مخي الله يرحمك الوالدين. امك ماتت الله يرحمها ويوسع عليها ودابا انا بديت حياتي جديده وبغيت نخرج ندور نفوج مع راسي نخرج مع صحاباتي. بوا عندك وظيف؟ بقيت فاهم والو انا والله ما بقيت فاهم شي حاجه. كوتر واش دير لي شي مقلب ولا دير لي شي حاجه؟ قولها لي. انا ما بقيت فاهم والو. تبدلتي دغيا وليتي كتحكمي فيا. او بزاف تاع هادي. لا مقلب كيفاش مقلب؟ حياتك هي اللي غادي نقلب دابا شويه. راه انا اللي تقولبت ماشي مقلب. راه كنسولك زعما تبدلتي مع مات الوالد عبديلاه؟ نعم. ما تبقاش تسولني بزاف. وليتي تشلقي فيا وليتي تشدي فيا. فهمت والو انا السيده ولات باش ولات باغا تضربني ولات باغا تضربني دابا كوتر ولات باغا تضرب عبدو. والله الا شقات فيا كوتر وي الا تشلق فيا الله يلعن. شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده انا بسهر بالساعات كل ده بيحصل اوام. لاباس عليك؟ ماشي بخير؟ صافي مزيانة؟ ماشي يا صاحبي. مع الوقت انت مزيان؟ طيب بخير بخير؟ طيب كلشي بخير. اخبرتي علينا اصاحبي؟ عدي اخويا مع المشاكل. الدار ما تدق ما نشرب قهوة. طيب المشاكل قسما بالله. اصاحبي اخويا شنو نقول لك؟ راك عارف راه الدار المدينة ما تقوليش عندي المشاكل مع المدام اخويا. شنو المشاكل؟ اخويا تندخل فين ما ندخل تنقول عليا تنقول ما فهمتش هاد العيالات اخويا. قول لك تجوج باش ترتاح كتجوج باش تعوج. فهمتش انت شاري غيكون طالج بحالي زعما. انا كنت كنحد ليا ماشي هذاك العام. اييه كانت المدام حامله وانا ما فراسيس. امتى كنت كنفوا كنت كندخل كتبقى تنقول عليا وتعير وتقول لي صيق صب ندير خربق الكوزينه اي حاجه كنديرها. المهم مبروك عليك راه حامله 100%. سال واش بصح هادشي اللي كتقول؟ شوف إيه كتبقى تخوش عليك ملي كتدخل كتبقى تعافك. إذا أنا مرتي حامله. شك حامله أصاحبي مبروك عليك. توحم هادشي علاش أصاحبي كتقول لي تبقى بدا تخوش عليا ديال مات ولا كتشنق عليا ولا تقول لي مال هذاك نقول أنا وقال بغا دير سبة على الطلاق ولا تشرك عارف عيالات ما كيبغوش الراجل كيبغوا يديروا ولكن إذا ملي قلتي الهضرة هادي خاصني نولي نسند لها بصح فرحي قال لك الوحم اللي كيجي بعض المرات راه كيقدر يؤدي حتى للمشاكل. مازال شي حوايج اخرى دابا راه غادي ان شاء الله في الشهر الاول مازال غتولي تشنق عليك وتضربك وتغوش عليك ترى خليها على الله صابر انا العيالات راك عارف كيدير. اودي جا في الله بحال درهم الحلال. الحمد لله انا راجل راه شنو كان غيطلع لي واحد الدم ديال الله والحق. والمهم يلا الناس شكرا عندي كلشي يلا المهم سدعوا الناس اصاحبي. رومانسي وضعيف ليه النوم بقى خفيف كنت لما بنام شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده انا بس ويلي 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 لما عنو الحالة والروينة كديرة
عبديله عبد الاله نعم اجي لينا ماك عاودتيش علاش كتهوش شوف شنو 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 مال ديك الروينه خصك تغسل الماعن شنو خصك تغسل الماعن صافي نصبر ماشي باش نصب وغسلهم واش ما نصبنهم نقول نغسلهم اي راه سير غسلهم وصح معاك حتى البوطه صافي واخا وني الثانيه داكش قطر المهنه ولا قطرتي جفف صافي تو دو سويت واخا يلا سير انا نمشي شاك صرنا القياس انت ما بدك تصبر لو حنا هدا خرج على ولدي ولا شي حاجه ماشي مشكل نصبر نغسلهم دابا انا نغسل الماعن جفاف نصيق نصبر ونخسر حتى الفلوس يا عمي عرب سطام بركه من الهضره راه هضرتي بزاف عرب سطام ما يديك هكا واش عطيني بسطام يا عبد الله عطيني بسطام تبقى تطلع لي في الدم راه كامل يلا غسل الماء مزيان كيفاش راك ديري وداكشي بزاف على اللوحه داكشي بزاف على اللوحه مو انت واخا تكوني كاع ما عرفتش شنو كديري بزاف انا والله شا طلع لي الدم انا هادشي و حتى فوتر يا لاكارت ديالي يا لاكارت ديالي فين فوتر لاكارت ديالي يو كوتشر الله يهديك الله يهديك الكوتشر كيفاش كوتشر تابعني حفيان حتى لهنايا وعطيني راه تلفتيني دابا عطيني عطيني غير لاكارت ناسيونال ديالي حيت غادي نخدمها و تيخدم بالسطام كامل اش الخدمه اليوم راه خدام زعما بغيت نقول زعما القهوه بغيت زعما نتقهوى الناس خاطر القهوه الله يهديك سير مع الدار وغسل الماعن وغنجي نلقى الغدا واجد وراك مهضر بزاف ولا والله حتى غندير صبعي فوتني وغنغوت على الشيران صافي دخل صافي راه سير دخل 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 ماشي مرعبة بيتبول خصو يعطيني باش ندير دوك البراوات ديال بلاتي ها مرتي العزيزة ها الطويجي اللي قلتي ليا ها خبز بصله وزبيب يخنع لك بالله واش انا كناكل الطاجين ديال البصله والزبيب كوتشر انا شنو كنعرف ندير راه الطاجين راه داك اللي جا دير كنديرو معاك باش ما تقلقيش الله يهديك هو صافي ما نزيديش فيه واو بزاف ديك الساعه دير بعدا غير بطاطا والزيتون واخا وفوق منها حويمضه بحال هكاك وفوق منها الحار السودانيه شي حاجه تكون هكا زوينه حويمضه راه غير حويمضه خليني ساكت شوف انا متاكد غتاكلي غادي يعجبك صافي كولي وهنينا ما واكلاش عندي له انا بغيت شي حاجه زوينه وانت كضطر تعصبني وتخليني نفقد السيطره على الاعصاب ديالي دابا انا ما بغيتش هادشي بغيت شي حاجه من الزنقه غتمشي تجيب شي حاجه من الزنقه انا صبر معاك انا قبل داكشي انا عارف شنو داكشي اللي فيا
شوفي كوثر بقى دير راسك، حنا عارفين انت عارفه دابا صافي خلينا ساترين داكشي، المهم حتى يجي الوقت ونبدا. انا عارفه ولو عندي فيا التجاعيد وداكشي داكشي علاش خاصك تعطيني فلوس؟ اعطيني فلوس باش ندوق البراوات واعطيني فلوس باش نعاود صباغه في شعري. اش من التجاعيد؟ علاش كتبغي تخبي صافي ماشي مشكل خليها حتى يجي وقت عارف كان دابا تخبي لي. المهم ما تاكليش دابا، فيا شي حاجه اخرى عاوتاني، فيا شي عيب اخر. اعطيني الفلوس، عطيني الفلوس على ما بغيتش انا، ما ناكلش داك الطاجين انايا، غنمشي ناكل في الزنقه. عطيني الفلوس شوف، غتعطيني فلوس ولا والله العلي العظيم حتى غنعطيك قطله ديال العصا، وكيف كيديروا العيال بحال كاعك، ولا غنطعم شبعك التصفيق. صافي صافي ما تقلقي ما تقلقي. شحال هادي؟ عندي بات نو؟ اش نعدي بها انا؟ واش انا مول الحانوت غتدخل عندي؟ كعارفه الكود صافي. هاد كيس الله يرحم والدينا، ما تكيس الله يدوز هادشي اللي فيك على خير. يا اسكت اسكت، تعطيني الحاجه وتبقى تابعه فسكتنا، غندير بعدا داكشي اللي بغيت ولا ما عجبك شحال نتفاهموا. بغيتي شي حاجه نجيبك معايا الزهر؟ واخا هكا كنا متناش كون فكر فيك تقعد حيد من الفندوس تقعد. لا باش نوصلك يلا، علاش وصلني؟ اجي لهنا، اجي لهنا، هبط 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 هبط، علاش وصلني؟ زعما نوصلك لبرا على حساب الشمكاره وداكشي. الشمكاره هو اللي واخده انا دابا، انا اللي غنخرج الراجل اسكت حاد لك، انا كنخايف تقعد. شكله مش موضوع بسيط، في غدر وفي حوارات، ده انا بسهر بالساعات كل ده بيحصل. شي ما قلت لي شي حاجه، وانا اختي كنقول لك انا باش نحرك ليه المجمر كيولي مزيان، ما فهم سبحان الله انتيا من عند الله وهذاك حبيبي ما ضربتك بالعين. الحمد لله اختي، والحق بالك انت تزوجي ان شاء الله وولي راجلك تعمك بحال هكا. والله اختي ما كنت ما كندير لي شي حاجه خايبه، هو كنقول شي كلمات كيتخلع مني كيبقى يقول لي صافي صافي واخا اللي بغيتي مرحبا. عطيني الفلوس يا اختي، عاودت صباغه شعري بالنوار. انت يا اختي ما تعلمتيش ما درتي عند فوقها ما والو، من عند الله. لا شوفي سبحان الله العظيم، ولكن دايره في بالي نقدر الا دار معايا ها ولا نمشي نحرك لي المجامر. لا لا ما محتاجاش انت دابا، ويلي ما نعرفش درت لي بحال هكا ويقول لي شد حالك وبعدا مسكين وجهو واحد شويه وقافيه صراحه، ويقول لي ماشي مشكل انا فاهمك علاش كديري هكا، وكتخلي الوسوس في راسي كنقول ليك ما تكمشت ولا شي حاجه. هو كنشوف المريكي بقى كنبان راسي زوين، زعما كيشفق عليك مالك مريضه ولا كيشفق عليا؟ ما توسوسيني يا اختي، لا ما كيشفقش عليا. قلت لك انا فاهمك علاش كديري بحال هكا، يمكن حيت قلت لي عطيني البرا عطيني باش ندير البراوات في ندكم البراوات هنا ونتقادو مزيان. مسكين اختي ظريف هذا السيد صراحه، الله يخليه لي اختي الحمد لله. انا اللي مره تنشوفو توقد معايا حتى كنمشي نرقدو. ايوا بقيت ترقدي فيه تيجي لداركم راه تعطل بزاف. مالو ما تد بيجي راه كيجمع فلوس، تيجمع فلوس قال لي تنجمع فلوس وغادي نجي. نيرو باجي ما يجيش تنطلق عليه وندير ليه هاك زيد قفره نمشي لحدا باب دارهم، ايوقع لي ديما في دارهم. اصلا انا ما قلتش لك راه كل شيء انا مع باهم عبرتي عليه هاك مالك مع من هو؟ لا الحبيبه انا الصراحه ما محتاجاش لهذا الشيء، هو بيني وبينك مره كيخرج في عينيه كنقول صافي اليوم غيقتلني عصا، كاين اختك كترجع تنتعل فيه بحال هكا يتكالم. اوه ها يا اختي انا ما احتاجش داكشي، انت يا اختي سعدات. ايوا ان شاء الله تزوجي ونفرح بك ونجي لعرسك ونشوف هذا الراجل اللي مسكين كتجلط طي في الزنقه. وعلى الله استقاد شي وما نديش تنوبه هكاك، كنا عطاني انا ربي شي راجل بحالك بنا ما نحرك ليه مجمر ونخسر عليه 400 ريال. شحال كتخسر عليه؟ رزقي كنخسر لي رزقي صحيح على انا يا هادشي ديرها هكاك لله في سبيل الله. حتى انا بغيت يسمع لي هضرتي واللي قلت ليه يديرها ويخدم على قبلي اي حاجه نقول ليه يديرها ان شاء الله. لا انا كنمشي لدارهم وكنسيق ليهم ونجمع ليهم هكاك. لا بالعكس مزيان ديري بحال هكاك، خلي نهار يقلب عليا وجهو نعاود لي بوني. حتى انا نهار يقلب عليا وجهو لي هكا يشوف هكا ولا هكا وليت بالصنداله تفرقوا بالصنداله. لا 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 هو حيت انا باقا ما ضربتوش انا مره كنشنق عليا غير هذيك اللي درت ليها ديك النهار صافي. اش نقول لك واحد الحاجه، هو قلت لي دابا من الصح كتولي ليا ما ديري ليه حتى شي حاجه دخلتي لي الشك. علاش اختي؟ وما عرفتش اختي دابا هاد السيد هادشي كامل وما كيحركش
هو الصراحه بيني وبينك اه لا 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 ديك النهار تخرج في عيني في الكوزينه كيخاف مني كيخاف مني لا لا والله لا كيخاف مني كلمه مني انا كيبرد احساس صافي نوضي انا عييت تقهرت والله الا تقهرت وصافي هذا لا هذا لا والله المهم هو اللي بغيت نقول لك هو هو انه ومالك مفيقني من الناس وكتغوتي كرابس لا شيوكك سمحي لي ما فيقش من الناس انا بغيت نعرف هو شحال شهر عندك دابا شحال وصلتي من شهر يلا خداتو ساره وامال ونها انا دابا الشهر الرابع عاد ناخذ القرعه علاش هيدا قرعة هيدا قرعة كندوش شي واش حم قايمي كندوش على القرعة اش كدوي كندوي على هذا على الحمل شحال من شهر عندك تقهرت شحال من شهر قول لي باش نصبر شويه شنو كاين شنو اش من حمل واش من شهر واش من روينه كحلا انت كتفكر فيها شكون قلت خويا انا حامله كوتر ما تخبي حنا انا راجلك وني عارف شنو كاين وهادشي كامل تديري على قبل داكشي اللي كان اللي فيك الحمل وداكشي قولي شنو كاين انا عارف اللي كاين قولي الحقيقه وباش نعرف انا شحال شرقه واش انا عييت انا عييت من تصبر من تصيق وهادشي عييت من بزاف انا عمر درت شي في حياتي داكشي علاش كتقول لي انا صابر على قبل داكشي يعني شنو يعني انت ما كنتيش باغيني كنتي ساكت ليا على داكشي اللي انت فراسك لا دابا جاوبيني انت شحال عندك من شهر دابا تا شي شهر انا ما حاملاش اصلا امي ما حامله واش كدوي بصح شهري مالك واش كدوي بصح طقني واش ما حاملاش ما حاملاش كل قال حامله طقني انتي ما حامله ما موحمه ما معنزه وفقساني انا وكنصبر وكنصيق وحالتي حاله ومعذب والخدمه كرممنك ها وكتمثلي عليا التمثيله كامله يقول لي شنو كاين ها خليني انا كنصبر وكنصيح وكنزعطر وتجي جالسه وكتخرجي مع راسك على الله فين كتشوفي لك خاطرك باش انا ما تميطرا والو داك البيبي وانا جاي دابا تقول لي الهضره جاوبيني باش نجاوبك يا باش نجاوبك كيف زعما دابا انت كتعامل معايا انا كنتي ساكت عليا راه على داك الشيء ها يعني انا غناكل العصا يعني غنضربني كتصابر كتصابر على قبل الحمل كتصابر على الروين اللي كحله حيت زعما راكي كتشوحبي وبغيت زعما نديرك هما وشاي ونخليك ديري اللي بغيتي وفي الاخر في الاخر تقولي ما كاين والو ولا شي ها ها علاش كنتي كدير هكا يعني دابا تعمل معايا خيب اذا انا ماشي راجل لا راجل لا ملي تعمل كنتي كدير انت ما موحي ما كتشوحبيش اذا انا ماشي راجل يا انا ماشي راجل لا 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 انا ماشي راجل انا ماشي راجل دابا انا ماشي شحال كنت كتكبي عليا تقول انا تسحب عليا فيك الوحم كتوحمي دوزت عليا السياق دوزت عليا الويل لك حل ها اصلا عيات كله صاحبتي كتعامل صاحبتي كيدير الراجل اللي كتعامل معاه بحالك كتصرخو ماشي راجل هذاك اللي غتزوج بيه كتصرخو وكيعطي الفلوس وانت غضبني في الصنطه هذه اللي كتصرخو مع راجل واش كتصرخو مع راجل ها راجل واش راجل ولي هو غسل الماء ماشي انا راجلي نشدو كنشنق عليه بحال هكا واه كنقول ليه شوف شري هاد الكسوه كيقول لي ولي غاليه كنعطي واحد الصفيقه ماشي انا راجلي كنشدو كنشنق عليه قفرنا لا اخر مره ماشي انا راجلي لا بزاف ما نقولش عرفتي انا راجلي لا بزاف غنقول كلمه اخرى لا اون كوب عرفتي انا راجلي صافي كملنا
يلا ام كوب لا اخر مره ويلا اخر مره راه تعطلنا تعطلنا ديال انا راجلي كنشد كنشنق عليه بحال هكا كنقول ليه شري هذيك الكسوه كيقول لي لا غاليه كنعطيه واحد الصرفي قبل وصافي خلاص انا 5000 كنشنق عليه بحال هكا كنقول ليه شوف شري لي داك السروال كنقول ليه لا غالي كنعطي واحد البولينا نيف نيرتي صافي بلا ما تقلقي مو والو ما تقلقي مو لا هو حلال كوتر الله يعزك انت ما بقاش تحرضي السميده